السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا يا رب. النهاردة ان شاء الله هناخد حلقة جديدة من كورس تأسيس الجرامر، تمام؟ احنا طبعا خلصنا فيرب تو بي بالأسئلة والإجابات بتاعته، والسؤال بهل، وازاي اكون سؤال بال WH، اسئله ال WH او ادوات ال WH كلها، تمام؟ بطريقه سهله. النهارده بقى ان شاء الله هناخد حاجه اسمها there is و there are، يعني بالعربي يوجد. فتعالوا نبدا ونقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا على طول عشان ما يطولش. عندنا هنا there is و there are، there is و there are. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ سهل جدا جدا وبسيط، وعايزاكم برضو تكتبوا في الكراسة بتاعتنا اللي احنا عاملين فيها الكورس التأسيس، ضيف بقى عليها النهاردة زيرز وزيرار. طبعا احنا خدنا الحلقة اللي فاتت الحروف المركبة اللي هو حرفين مع بعض انطقهم صوت تاني جديد. فعندك اهو ال TH هنطقها ذه، احنا قلنا مرة بننطقها ذه ومرة بننطقها ثه، المرة دي هنطقها ذه، تمام كده؟ يبقى اسمها there is there are، تمام كده؟ طيب ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ تعال نشوف هنا. قال لك ايه؟ we use there is there are to say that something exists or doesn't exist. طيب بيقول لي بقى ايه؟ بنستخدم there is او there are للحاجه عشان نقول ان هي موجوده او مش موجوده. طيب الفرق ما بين دي وما بين دي، there is for singular nouns، there is للأسماء المفردة، يبقى على طول there are للأسماء البلورال اللي هي الجمع، تمام؟ يبقى there is مع المفرد، there are مع الجمع. طبق بقى كده في دماغك وارجع لverb to be. verb to be لو انتوا فاكرين قلنا is بتيجي مع المفرد و are بتيجي مع الجمع، تمام؟ نفس الكلام هنا، there is يوجد بس للحاجة المفرد، تمام؟ اما there are يوجد بس للحاجة الجمع. طب انا هعرف منين ان انا هاخد is او are من الكلمة اللي هتيجي بعدهم؟ تعال نشوف مثلا المثال ده. بيقول there is one student in the classroom، بيقول لي في طالب واحد في الفصل. الله، ده انا عندي one student، واحد بس، يبقى مفرد، يبقى اختار there is، تمام؟ طيب لكن لما اقول بقى ازود على الرقم واحد او اقول كلمة جمع يبقى there are. لما نقول two students in the classroom، في اتنين طلاب في الفصل، يبقى اقول there are، there are، تمام؟ يبقى الحاجة المفرد بقول فيها there is والحاجة الجمع بقول فيها there are. سهلة كده، سهلة جدا 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 وبسيطة. في example تاني اهو، بيقول لك there is one book on the table، بيقول لك في كتاب واحد على الترابيزة. كتاب واحد يبقى ايه؟ there is، يبقى ال is اختارها للمفرد. اما بقى لو قال لك 9 بوكس، الله ده في 9 كتب، ده كده يبقى جمع كتير، يبقى اقول there are، تمام؟ طيب there هكتبها ازاي؟ ادي تي اتش و اي ار اي، تمام كده؟ اي و اي وفي ار في النص، سهله خالص خالص. تعالوا بقى اقرب لكم الكاميرا شويه ونشوف هنا الايه. بيقول لك ليتس رايت، تعالوا نشوف هنكتب there is ولا there are. يلا كده خدوها سكرين وحلوها قبل ما انا احلها. اول واحده بيقول لك there is a dog، يعني في كلب اهو، يعني يوجد كلب. there is a dog، ودايما يا اولاد لو ما عنديش عدد one مثلا one لان هي المفرد الوحيده اللي هناخدها، يبقى اقول a. يبقى انا لو ما عنديش رقم هنا هقول a او an. مين بقى فاكر a او an كنت بختارهم امتى؟ طبعا كنا بنختارهم مع المفرد، بس ان بتيجي مع الفاولز، الاصوات المتحركه. اما ان بتيجي مع ام، بتيجي مع الكل، تمام كده؟ طبعا مع المفرد. يبقى there is a dog، ما ينفعش اقول there is dog، يوجد كلب، لا، لازم نحط a او an. لو قلت مثلا there is an apple، يبقى الجمله بتاعتي كده صح، لكن ما ينفعش اقول there is apple، no، فيها كده حاجه غلط. يبقى انا المفرد بقول there is a واشوف الحاجه المفرد. طيب لو عايز اقول في كلب واحد، يبقى اقول there is one dog، there is one dog، يبقى حشت ال a وحطيت مكانها one، تمام؟ فهمتوا كده؟ طيب
الناحية التانية بقى عندي كلبين. There are dogs. الله، مش هنحط ام اس هنا آه او ان، لا ما دول جمع، الجمع ما ياخدش لا آه ولا ان. طيب هقول هنا there are dogs. طب ينفع اقول يا مس يوجد كلبين؟ ينفع ان انا اقول there are two dogs، يعني في كلبين. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي not a cat، عايزين نقول يوجد قطة. طيب ما انا عارف ان يوجد يعني there، بس هتيجي وراها is ولا are؟ انا عندي هنا مفرد يبقى اقول there is. تمام. طيب عندي هنا cats جمع يبقى there are، there are cats يعني يوجد قطط. تمام. هنا بقى القلم من جاف اخدناه، معناه pen، اسمه pen، يبقى اقول يوجد قلم، اقول there is a pen. تمام. واحط نقطة في الآخر. طب أنا عندي هنا أقلام كتير يبقى أقول له there are pens. تمام. وفاكرين الجمع وكنا بنحط للكلمة حرف الاس في الآخر أو اي اس. خلاص. طيب الأخيرة دي بقى خدوها هومورك واعملوها على طول وأنت بتسمعوا الفيديو. طيب تعالوا نشوف الصفحة التانية برضو. هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي there is و there are، وجايب لي صورة وأنا بقى هشوف وهكتب there is أو there are. يبقى there is مع المفرد، there are مع الجمع. هنا بيقول لك complete with there is أو there are. بيقول لك a t-shirt on the bed. a t-shirt، التي شيرت اللي هو القميص واحد بس، يبقى أقول there is ولا there are؟ لا هتبقى there is، هكتبها هنا. طيب two books، خلاص بقى أنا عديت ده جمع يبقى there are. طيب a scarf، السكارف اللي هو الطرحة أو الشال يعني، ده مفرد حاجة واحدة بس، يبقى there is. طيب four pictures، أربع صور، ده أنا عديت كده رقم اتنين، يبقى ده جامع يبقى there are. طيب many books، ده بيقول لي الكثير من الكتب، ده أنا books هنا جامع يبقى there are. تعالى سهلها عليك أكتر، الحاجة الجامعة اللي فيها s ما تاخدش there is اللي فيها s. تمام. ما يحبوش بعض، ما ينفعش واحدة بس فيهم هي اللي يبقى فيها الاس. يعني لو قلت there is ما تاخدش بقى تاخد ايه اللي ما فيهاش اس في الاخر، اما اللي فيها اس ما تاخدش ايه there is. تمام. يبقى واحدة بس اللي يبقى فيها الاس، يا there is يا الكلمة الجمع. فهمتوا؟ طيب تعالوا نكمل. a book on the bed، بيقول لك كتاب على السرير، يبقى book هنا كتاب يبقى there is. a laptop on the floor، بيقول لك ان في لابتوب على الارض، هنا لابتوب مفرد واحد بس يبقى there is. some papers on the floor، بيقول لك ان في بعض الورق على الارض، من عندي papers هنا جمع يبقى there are. فهمنا كده؟ بس سهل جدا جدا وبسيط، ما فيهوش حاجه صعبه. طبعا الصفحه الثانيه هنا برضو نفس الكلام، بيقول لي there is و there are. هنا برضو شرحها لك، بيقول لك there is هتبقى بعدها بقى singular مفرد، زي there is one door ممكن احط رقم او احط a او an، وبعد كده there are بيقول لك للبلورال الجامعة. تمام. ممكن برضو احط رقم ممكن ما احطش. خلاص. طبعا اهو برضو دي خدوها سكرين كده واعملوها homework. هنا بيقولك one window، طبعا اصحابكم حلين لحد رقم 4، انتوا حلوا الاربعة التانيين اللي هم في اخر الصفحة. تمام كده، سهل جدا جدا وبسيط ومفيش اسهل من كده. طبعا هنشوف بقى في الايام الجاية هيبقى فيها نفي ولا مفيش. حتى لو مفيش في الكتاب هي سهلة جدا جدا وبسيطة. انا لو عايز اقول مفيش مثلا لا يوجد، فهقول ايه؟ مين فاكر ازاي هنفي verb to be؟ سهل جدا جدا، بنحط هنا not. تمام. وهنا برضو نفس الكلام، بدل ما اقول there is لا هقول there isn't. طب there are there aren't، وبرضو دي مع المفرد ودي مع الجمع. تمام كده. يعني انا هكتبها ازاي؟ عايزين مكان بس فاضي اهو، هكتبها كده there isn't a dog، يعني مفيش ايه كلب. ادي there isn't a dog، يبقى لا يوجد، ان انا هنا نفيت. طب ينفع اقول there are؟ ينفع، مفيش مشكلة. هقول عادي there are، اهي there are، بس هحط لها not، تبقى there aren't dogs، مفيش كلاب. تمام كده، بس سهلة خالص وبسيطة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وسهل وبسيط وكده وسريع، وان شاء الله هنكمل الجرامر مع بعض بإذن الرحمن. خلص بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.